صراحه اليوم كان امتحان في متناول الاجتماعيات، باقي لنا في العشيه فلسفه ان شاء الله الله يوفقنا فيها. نطلعوا دابا ونبريباريو ولا شي حاجه للميناجيات ديالها عاود الصبي يطيحوا لنا ردد بشريعة وخادمين عليه. البارح ما جاوبنا شي مزيان حيت كتسمى الحراسه كانت شويه مزيره بزاف، والامتحان جانا العربيه صعيب. انا كتسمى عامل اسبانيولا امتحان اسبانيولا جاو الاسئله ضنا شويه صعابين، ولكن غرامير وديك ليكسيكو اكسبرسيون اكسخيت كاملين جاوبنا عليهم مزيانين. نتمنى من الله يوفقنا وصافي هادشي اللي كاين. السلام عليكم. هذا النهار عملنا امتحان الاجتماعيات كان عادي، اي واحد يجاوب عليه متناول ماشي صعب بزاف الاسئله وما هذوك. الحمد لله كنتمنى نجيبوا شي نقطه تكون مزيانه نفرح بها الوالدين ديالنا ونجحوا هذا العام. تحيه المراد ومراد في العشيه ان شاء الله، باقي لنا غير امتحان الفلسفه ان شاء الله نتمنى نجاوبوه صافي. السلام عليكم. اليوم كان عندنا امتحان ديال الاجتماعيات في الصباح، يلا قوتنا خرجنا منه الحقيقه ماشي امتحان شنو نقول لك، راه مدايش واش كيقولوا لنا امتحان فيزا ولا شنو، هادشي راه صعيب بزاف خصوصا الحراسه ما جي لنا باللجنه. اللجنه بزاف حتى واحد مخير قوز امتحان واش دخلت اللجنه، كيجي كيجي مدير كيفتش يعني كيدور، ولكن باش تجيبوا لنا حتى اللجنه تقوزونا هايدا وتشوفوا شنو عندنا، راه معروفه هي خاصنا يعني ندبروا على راسنا، حيت ما يمكنش نحفظ لك انا 32 درس اجتماعيات، راه هذه ما كتدخلش الراس. ما ديك الساعه يجي واحد ديك الساعه قلت لك نحفظ لك 32 درس، شكون انا ديك الساعه كيجيو كيدخلوا كيدخلوا ديك الساعه شنو كيقولوا له، كيديو لك التليفون اللي عندك، وحنا راه ديك الشيء التليفون ديك الكمبيوتر فيها كنديبانيو راسنا. هي الحقيقه تعامل معنا واحد من اللجنه بحق واحد بوبري تلاقاه خارج في الباب، داو له شنو كيقولوا له، داو له التليفون والورقه، الورقه هو كان ماشي نزلها باش يخرج صافي ساهله، عطاو له الورقه يا اخرى شنو غيقولوا له، قالوا له يا اما تعاود الورقه يا اما نحرموك من الباك، نحرموك عماين من الباك وتقوز الحب تاع شنو غيمشي بحاله. ديك الساعه ضروري السيد بوبري عاودها بالزيت منه وما عدل والو وخرج، هايداك حنايا حتى حنا ما عدلنا والو خرجنا، ما قال ما نقلنا لا ما قال، عملنا واقيلا شي ثلاثه الاسئله هاي واحد العائله هاي بوبريه ما عدلت والو خارجه. لا ما تخبى فهمتي. المهم هادي كانوا كنطالبوا يرخفوا علينا شي حاجه في العشيه في الفلسفه، وتحيه مبيلي اللي في العشيه فهمتي، ولا عملوا معنا ديك الشيء اللي عدلوا معنا في الصباح يعدلوا معنا في العشيه، راه يدمرونا الله ياخذ الحق وصافي. السلام عليكم. اليوم عندنا نهار الاخر ديال الامتحانات، جاوبنا مزيان في التاريخ زيد كتجاوبنا كانت عندنا مقالات الحرب بارده جاوبنا، عين الوقت شويه ما كفاناش ثلاث ساعات الله ما كفاش. شنو رايتي اليوم؟ البارح صراحه ما جاوبتي في الانجلي والعربيه شويه في الصباح، تبقى لنا فلسفه في الشيء ان شاء الله نجاوب تحيه جميله. السلام عليكم. اليوم اخر نهار عندنا امتحان، دوزنا التاريخ والجغرافيا، امتحان كان متناول ساهل، ولكن الاساتذه عملوا الشغل ديالهم زيرو اليوم شويه، ماشي بحال البارح كانت شويه صافي، امتحان داز هو هذاك متناول. لا داكشي اللي عملنا لقينا اصلا السيمات ديما كتجي ساهله شويه، ماشي بحال المواد الاخرين كيجي شويه معقدين. في شي فلسفه ان شاء الله. كاين الخلع نهار البارح نهار الاول كانت الخلع، اليوم عادي صافي هذا ما كان. اليوم تمكنا من الاجابه الحمد لله، الامتحان كان في المتناول صراحه، يعني الحراسه يعني راه الاساتذه كيعملوا يعني شغلهم.